اهلا بيكم حبايبي جريد 5. ده كده معاكم الدكتور ماري زكريا، بنشرح كونسبت 1 ليسون 2. هو ايه اللي انا شايفه في الصوره دي؟ شايف واحد بيحط سيد يعني بذره، هنا بيحطها جوه الصويل وهنا بيحطها جوه بيبر تاول يعني ورق مناديل. العمليه دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ اي سيد برميها في التربه والسيد دي بتنبت، عمليه انبات البذور اسمها جيرمينيشن. يبقى ازاي انا اعمل التجربه في البيت؟ اجيب بلاستيك كاب، كوبايه بلاستيك، وفي جواها بوتنج سويل، جواها تربه، او بيبر تاول، اجيب ورق مناديل وبلاستيك بليت، طبق ووتر ورولر مسطره. عمليه انبات البذور اسمها جيرمينيت. هحط شوية بذور جوه البيبر تاول، جوه ورق المناديل، واحط بذور تاني على الصويل التربة، واستنى هما الاتنين احطهم جوه في الشمس، احطهم هما الاتنين في السان لايت، وبعد كده شيك ذا جروث. شيك ذا جروث يعني افحص النمو، شوف مين حصل له نمو اكتر. يا ترى مين اللي حصل له نمو اكتر؟ واحد بيرد كده يفكر يقولك اكيد اللي جوه الصويل. اقول لك لا، initial يعني بداية، يعني النمو البدائي initial growth. ال initial growth يعني في البداية هنلاقي ان هما الاتنين similar. ايه ده، معقولة اللي في ورق المناديل زي اللي في الصويل؟ اه، في ال initial في البداية زي بعض. initial يعني أول كام يوم الاتنين زي بعض بالظبط. أمال بعد كده ايه اللي يحصل؟ The seeds without soil، التربة اللي من غير soil اللي هي في البيبر تاول، not grow as quickly as in the soil، مش هتكبر بسرعة زي بتاعة الصويل. في الأول مش هحس بفرق، هحس إن في البيبر تاول زي الصويل، لكن بعد كام يوم after few days ألاقي إن الجروث بتاع الصويل more quickly، أسرع، اللي بينمو جوه التربة أسرع. ونشوفها فيديو. إيه معناها؟ ده معناها إن السيد كان grow without soil if they have water and sun. ممكن السيد البذرة تنمو من غير صويل، طبعا لو كان في ووتر وفي صن. كلنا ممكن نعمل الحركة دي في البيت، نجيب طبق، نجيب كده طبق أو كوباية كده، علبة زبادي فاضية عندنا، علبة الزبادي الفاضية دي نحط فيها قطن ونحط فيها سيد بذور. هنلاقي أول كام يوم النبات عمال يكبر، بعد فترة النمو ابتدى يضعف، بعد كده النبات هيموت خالص. يبقى السيد كان grow without يعني من غير soil، لو في حالة وجود water وصن. But finally في النهاية they need soil، في النهاية محتاج تربة. يبقى لو قال لي initial growth in the soil and paper towel، هقول له initial equal أو similar، دي صح. طيب finally في النهاية البيبر تاول زي السويل، هقول له نو، البيبر تاول not like the soil. طيب كلمة germination يعني ايه؟ كلمة germination بالعربي يعني البذرة تنبت، يعني البلانت هيعمل sprouts and begin to grow، يعني البذرة تبتدي تنبت وتبتدي تكبر. يبقى بلانت sprouts and grow. واحفظ الكلمة دي كويس جدا، كلمة sprout جاية من كلمة out، يبقى sprout and begin to grow from a seed. يبقى السيد البذرة لما بحطها في البيبر تاول أو في الصويل بتعمل germination، وهنشوف فيديو رائع يفهمنا الكلام ده كله. بس لازم يكون في إيه وإيه؟ لازم يكون في water و mineral و sunlight. طيب ممكن ازرع من غير صويل؟ قال لك في طريقه زراعه جديده طالعه عشان اوفر اراضي زراعيه، فعمل له طريقه زراعه بزرع جوه الميه. البلانت ممكن يتزرع في حاجه اسمها هايدروبونيك سيستم. هايدروبونيك سيستم هقول له it is system instead of soil contain water، نظام بدل الصويل. يبقى ممكن ما استعملش صويل واستعمل نظام احط ميه، احط نباتات كده في ميه، اسمه هايدروبونيك. كلمه هايدرو يعني نظام مائي، hydroponic system. نشوف فيديو لعملية الجيرمينيشن. الفيديو بيورينا عملية الجيرمينيشن. sprout، كلمة sprout يعني ينبت، يطلع انبات كده، ده اسمه برعم صغير، يطلع برعم. sprout and grow ده في اليوم الرابع.
احنا قلنا في البيبر تاول او في الصويل ان انيشال زي بعض في البدايه زي بعض، بس فاينلي في النهايه النبات محتاج صويل، محتاج تربه يقدر يمد الجذور بتاعته في كل حته. بعد 7 يوم يبقى هو كده اسمها سبراوت اند جرو. يبقى دي اسمها عمليه الجرمينيشن طول ما في ووتر، ودي كل كام يوم بيحكي لك الايام يحصل فيها ايه، يبدا يطلع ليف، وبعد الليف يطلع فلاور. واوعى ننسى الليف هي الاهم، هي اللي بيحصل عمليه الفوتوسينثيسيس بروسس. نشوف فيديو كمان تاني لعملية الجرم. هنا جايب بيبر تاول، يبدأ يبل المنديل بمية ويبدأ يرش شوية سيدز اللي هي البذرة. يبقى لو قال لي جيرمينيشن لازم يبقى سيد، عملية الإنبات يعني إنبات البذرة. دي الطريقة اللي أنت ممكن تعمل بيها في البيت، وتغطي تحط المنديل ده على ده، تقفل المنديل ده بده، وترش كمان ميه. الحركه اللي احنا هنشوفها دي دلوقتي هي عمليه السبراوت. سبراوت سبراوت يعني انبات، يبقى كده حصل عمليه جيرمينيشن. جيرمينيشن يعني سبراوت اند جرو. عمل العكس هنا، حطها في صيد. ادي كده في السويل، بص على المنظر الجروس النمو في الانيشن دي البدايه. في السويل نفس القصه، في البدايه هتلاقي النمو الاثنين زي بعض، سيميلر متشابهين. طبعا في النهايه النبات اللي في البيبر تاول هيموت. بكده نكون خلصنا يا حلوين ليسون 2. متنساش تبعتوا أي حاجة محتاجينها جوه الكومنت.